مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا كالعادة إن شاء الله بإذن الله. حلقة هتكون مهمة جدا، عندنا أخبار كتير قوي بتتعلق بالنادي الأهلي اللي بيستعد لمرحلة جاية مهمة جدا جدا، سواء في بطولة الدوري وإنهائها بشكل رسمي إن شاء الله من خلال مباراتين، مباراتي المقاولون العرب ومباراة نادي الزمالك، وكمان فيما يتعلق بالموسم الجديد واستعدادات النادي الأهلي القوية جدا للموسم الجديد. كمان هيكون عندنا أخبار أكيد متعلقة ببطولة الأمم الأفريقية اللي خلاص قربت على الانتهاء من خلال دور نصف النهائي اللي هيتلعب بكرة، وبعد كده إن شاء الله مباراة النهائية هتكون يوم الجمعة القادم. للأسف الشديد مصر لا في الدور نصف النهائي ولا كانت حتى في دور الثمانية ولا هتبقى في دور النهائي، والواحد لحد دلوقتي فعلا للأسف الشديد مش مصدق خالص خالص إن المنتخب المصري وهو على أرضه وسط جمهوره مش موجود في بطولة الأمم الأفريقية، لكن اللي حصل. فبالتالي إن شاء الله النهاردة هتكون حلقة غاية في الأهمية. ضيفنا العزيز النهاردة اللي هينورنا